الدنيا قامت ولم تقعد فجأة بعد ما حصل الاستفتاء وتغيير الدستور والكلام ده كله، وكان الناس متوقع انتخابات السنة اللي جاية، فجأة قررت انتخابات وفي شهر يونيو اللي جاي. وطبعا انت عارف في العواصم العربية اللي ما عندهاش ديمقراطية ولا ريحة الديمقراطية، قال لك بص بقى ايه، ادي الرئيس اردوغان قلب الطاولة وبيعمل مش عارف ايه. فهمنا ليه هذا القرار الاول. مساء الخير لك دكتور وعلى المشاهدين. بطبيعة الحال قرار تبكير الانتخابات قرار سياسي، وكل قرار سياسي له عناصر وله مؤثرات، حسابات الربح والخسارة، الإيجابيات والسلبيات فيه. في المضمون أو في عناصر القرار هناك مضمون تبكير الانتخابات، هناك التوقيت، هذا أيضا عنصر مهم جدا، لأنه كان ممكن يبكر لكن لموعد في أغسطس، لموعد في نوفمبر وما إلى ذلك كما كان يتحدث أو كما اقترح زعيم الحركة القومية دولة بهجلي. أنا أعتقد أنه هذا القرار له أرضية تدفع باتجاهه كانت موجودة دائما، ولذلك كان دائما هناك حديث داخل ونقاش داخل العدالة والتنمية حول إمكانية تبكير الانتخابات، وهناك عوامل الآن دفعت باتجاهه. الأرضية ما هي؟ الأرضية هو ما هو معروف، النظام ما زال حتى الآن في تركيا نظام برلماني، وبالتالي هناك أحزاب وهناك برلمان ينتج عنه حكومة، ورئيس الوزراء هو يفترض رأس الجهاز التنفيذي بينما الرئيس فخري. لكن في الاستفتاء الذي أشرت له حضرتك قبل قليل أقر النظام الرئاسي، ونحن الآن في فترة انتقالية. الفترة الانتقالية دائما بتكون فيها نوع من الغموض، نوع من الضبابية، نوع من عدم الاستقرار الذي لا يحبه الاقتصاد، وقد نأتي لاحقا موضوع الاقتصاد. لا يحب الاقتصاد، الاقتصاد لا يحب رأس المال، يحب الضبابية ولا يحب الفترات الانتقالية، يحب الوضوح والثبات والاستقرار، كما يقال دائما رأس المال جبان. الآن كيف يمكن أن نحسب المكاسب والمخاسر؟ كيف يفكر صانع القرار عندما يأتي لتبكير الانتخابات؟ يقول أنه أولا هناك فترة حوالي سنة ونصف، سنة وخمسة أشهر حتى الانتخابات الرئاسية، حتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة كما كان مقررا، كما كان مقررا، وبالتالي هذه فترة نسبيا طويلة جدا. بالمناسبة الرئيس التركي الأسبق سليمان دمرل كان له مقولة شهيرة جدا يقول في السياسة التركية 24 ساعة فترة طويلة جدا، يعني يمكن أن يحصل فيها الكثير. تقدير القيادة السياسية التركية أنه من هنا وحتى نوفمبر 2019 كما كان مقررا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فترة طويلة جدا، ممكن أن تحدث أشياء كثيرة جدا، تحديدا الملفات الساخنة في سوريا وفي العراق. نحن نجد الآن مؤخرا قصف غربي على سوريا، توتر سوري روسي عفوا أمريكي، قصف وقصف متبادل بين إيران ودولة الكيان الصهيوني، فكرة إرسال قوات عربية لسوريا. بالتالي كل هذه التطورات قد تأتي بنتائج سلبية على ملفات سوريا والعراق وأيضا على الجانب التركي، وبالتالي يؤثر على الاقتصاد. أي تأثير على الداخل التركي وعلى الاقتصاد يعني أيضا ارتدادات معينة واهتزازات في شعبية كل حزب من الأحزاب وتحديدا رئيس أردوغان والعدالة والتنمية والمتضرر في هذه الحالة المواطن، وفي الاقتصاد البلد لما يقع هيتضرر المواطن أول حاجة. نحن لا نقول بالمناسبة أن الاقتصاد سينهار أو يقع، لا لا، أنا بقول أي ارتدادات سيتأثر. في المقابل هناك الآن العدالة والتنمية والرئيس أردوغان الحقيقة أنه يعيش ذروة شعبيته بعد عملية غصن الزيتون التي أتت بأفضل النتائج داخليا وأتت بصورة جيدة دون دمار ودون قتل وما إلى ذلك، وبالتالي أيضا هناك استثمار لهذه الحالة وهروبا من أي تدخلات إقليمية وخارجية. هناك حديث واضح في السياسة الرسمية، الخطوات الرسمي التركي، أنه هناك أطراف خارجية تعمل على مؤامرات وتعمل على محاولة هز الأمر وما إلى ذلك. الآن الحقيقة طبعا هذا الأمر ليس فقط العدالة والتنمية، معه حزب الحركة القومية، حتى أحزاب المعارضة الأخرى كانت دائما تتحدى وفي وارد أنه ممكن تبكير الانتخابات، ولماذا ننتظر؟ تعاونا ندخل في هذا في هذه المعمعة. التفريق الوحيد الحقيقة بين المنتقدين والمؤيدين، هل أردوغان اتخذ هذا القرار بما يخدم حزبه على حساب الدولة التركية أو الوطن التركي، أم اتخذه على حساب التنافس مع أحزاب المعارضة بينما حق المواطن كما ذكرت قبل قليل والدولة محفوظ وليس هناك إضرار؟ لا، أنا أعتقد أن الجواب هو الشق الثاني. هناك نوع من التنافس ضمن الأطر الديمقراطية، ضمن اللعبة الديمقراطية، ضمن الدستور، له الحق الرئيس والبرلمان أن يدعو الانتخابات مبكرة. هذا سيقلل ربما نوع من الفرص، سنتكلم بعد قليل عن المعارضة التركية، لكنه لا يضر المواطن بالضرورة ولا يعني يعرض مصالح الدولة للخطر بالضرورة، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا شيء هل يضر يعتبر مناورة سياسية.